كنترول من جانب ادريس ممكن يعدي ادريس فتوحي تسديدة قوية لا زالت الهجمة خطرة هذه عجمان الان خطرة جول اول للبرتغالي عن طريق رافائيل كريفيلارو سواء المحترف الجديد هذه هي احد الثغرات احد الافوت شوف التسديدة الاولى تابعها محمد احمد هيا الى رافائيل حاطها في المرمى قوية الهدف الاول لمصلحة عجمان الهدف الاول يا سلام يا سلام شوف التسديدة في المرة الاولى بعد ذلك محمد يصنعها ويهيئها الى رافائيل كريفيلارو اللي يسددها قوي التغطية العكسية بتاع الشوط الاول لانسيني علي مبخوت علي يا ولد تصويب اول متابعة تاني التعادل التعادل سبحان الله التعادل ياتي الان نفس الخطأ من نفس المكان كاربون واحد يسدد وحارس المرمى ما يمسكش على مرة واحدة وهنا تسجيل الهدف عن طريق فوزينيتش ممتاز فوزينيتش يتعادل ويبعت الكرة لألكساندر يبعت الكرة للفاميليا يبعت الهدف للفاميليا يسجل تصويبة حلوة عن طريق الخطير علي مبخوت وشوف اللاعب بتروبيا لكن تحرك جميل من فوزينيتش الهداف هدف رقم 17 من التصويبة القوية بتاعت علي مبخوت وخطأ كبير لا يغتفر لعلي ربيع ادي فوزينيتش قال لهم باي باي لكن مش مع السلامة لسه في كلام بين مش على وجه القدم ولاد لانزيني ده حاوي وبيلعب تعبين الحاوي اللانزيني الله يضغط تاني جزيرة يدلع نفسه فوزو يلعب لبوزو الله 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 الله, 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 الله. يدلع الجزيرة نفسه ويدلعنا ويدلع المشاهدين ويسجل هدف تاني بص شوف الجزيرة وحلاوته بص شوف الجزيرة وطعمته وادي فوزينيتش يا ولد يا فوزينيتش ولد ممتاز مع كل هدف ليه طريقة مع كل هدف ليه حكمة مع كل هدف ليه إيريك جيرتس بفكر جديد ينتفض الجزيرة ويسجل هدفين يا سبحان الله بص شوف الكرة من بوزو يلعب على طول مع خميس إسماعيل حاططها له على راسه بوجه القدم لعيبة دولية لعيبة كبار بص وجه القدم الفيليه ممتاز خميس إسماعيل حاطط الكرة بوجه القدم الفيليه جميل وهجمة جميلة وهدف تاني والجزيرة يبقى هو الجزيرة كحل عينيه بياسر مطر تمشي على طول عرضيه خطيره جدا التالت عالمي يا ولد مش ممكن هو انا قلت لكم يا نهار ابيض هدف عالمي مش ممكن لانزيني ده مش ممكن لانزيني ده نفس جينات الارجنتينيين بص عامل ازاي يا ولد يا ولد يا ولد لسه بنتكلم عليه حتى احمد ربيع واحده في عش الدبابير يا ولد يا لانزيني هدف جميل هدف تالت للجزيره الجزيره شكل تاني يا حبيبي الشوط التاني شكل تاني هات يا ربيع من جوه هات يا ربع من جوه هات كرة صعبة 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 حطتها فين حطتها في اقصى اليسار علي ربيع زيه زي معلق المباراة ما شافهاش غير وهي بتزغرت في شبكة استاد محمد بن زايد